Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir des exercices ou exercices Microsoft Office l'Excel. سنرى يا أصدقائي في إطار مواصلة تمارين مادة المعلومات وبالضبط في البيروتيك والتابلور وميكروسوفت أوفيس إكسل. اليوم نشوفوا طريقة الحساب بلي فونكسيون F لX. بالنسبة للفونكسيون سوشي ميثود بور كالكولي دون الإكسل هي الطريقة كنحسبوا بها في الإكسل. شفنا قبل لا فورمول طريقة الحساب مي لي فونكسيون يعني كاين بزاف حوايج ميمكنش تخدمهم بلا فورمول بحال أعلى نقطة أقل نقطة مثلا باش نحسب متوسط معدل. هنا كنخدموا طريقة اكثر بروفيسيونيل اللي هي لي فونكسيون. الوغ فونكسيون اللي كتقراهم في الرياضيات وشنو هي فونكسيون؟ هي الداله. وشنو هي الداله؟ هي كل اكس في واحد المجموعه عندها صوره ديالها في مجموعه اخرى اللي هي اف الاكس. غنشوفوا مجموعه ديال لي فونكسيون في الاكسل. وبالنسبه للاكسل كيوفر لنا مجموعه ديال لي فونكسيون. كاين دي فونكسيون اريتميتيك اللي كيحسبوا لنا الجام الجداء. كاين لي فونكسيون ستاتستيك ديال الاحصاء بحال الماكسيموم مينيموم موين. كاين دي فونكسيون اللي كيحسبوا لنا فينانسيير دي فونكسيون فينانسيير اي حاجه كتعلق بلا كونطابيليتي. كاين دي فونكسيون لوجيك اللي فيهم عبارات يعني بحال ديال المنطق. كاين دي فونكسيون دو دات ديال لا دات اي لور الى اخره. غنشوفوا في هذا الاكسرسيس مجموعه ديال لي فونكسيون. نبداو التمرين. اوكي التمرين كما كتشوفوا السؤال هو كومبليتي لو تابلو اوتيليزون لي فونكسيون كونفونابل. وبالنسبه للتابلو فيه عندنا اسماء ارقام ترتيبيه اسماء وعندنا النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثالثه. اشنو غنحسبوا؟ غنحسبوا التوتال غنحسبوا لا موين غنحسبوا لا نوت ماكسيمال غنحسبوا لا نوت مينيمال وغنحسبوا الموين والادميسيون. الادميسيون غنشوفوها سي فونكسيون لوجيك. نبداو اول حاجه بالتوتال. التوتال شنو هو؟ هو المجموع ديال النقطه الاولى والثانيه والثالثه. لا فونكسيون اللي كتحسب لي المجموع في الاكسل اسمها سوم اس دوزيم او سوم. غنشوفوا دابا الطريقه كيفاش كنعدل ولا كيفاش كنخدم بلا فونكسيون في الاكسل. اول حاجه نختار يعني لا سيلول اللي بغيت فيها النتيجه. من بعد كنمشي لاف لي اكس. شنو هي اف لي اكس؟ انسيري اون فونكسيون. كنكليك عليها في اول مرحله كيطلع لينا مجموعه ديال لي فونكسيون يعني اللي كنحتاج وكنخدم بهم يعني جميع لي فونكسيون كاينين في الاكسل. وممكن نعمل اوسي ريغيرش ويطلعوا لي لي فونكسيون. اوكي لا فونكسيون اللي غنخدم بها باش نحسب التوتال المجموع هي سوم. غنختاريتها اس او دوزيام او. ما كنختار لا فونكسيون كنكليكي على اوكي. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه خصني ندخل المعطيات يعني اشنو غيحسب لي اشنو غيجمع لي. احسن طريقه ندخل مره واحده المعطيات كتسمى لا بلاج دوني من الى. تبعوا معايا كنكليكي بلا سوري نحسب الوغ نحسب مجموع ديال النقطه الاولى والنقطه الثانيه والنقطه الثالثه عفوا. الوغ ندخل النقطة الأولى كنكليكي بلا سوري وأنا كنجر يعني مفرسي على لا سوري. كنجر الثانية وكنجر حتى الثالثة حتى كنسالي وكنطلق لا سوري. يعني شوف هنا عطاني جوج نقاط سافو ديغ من لادغيس الأولى من لا ريفيرونس الأول حتى لآخر أدغيس. واخا يكونو عندي حتى 10 كتجيني هاد الطريقة سهلة. راه ممكن ندخل عدد بعدد ولكن ممكن نخطأ في هاد الحالة كانوا بزاف عندي الأعداد. مي أحسن طريقة هي هادي ندخل مرة واحدة لا بلاج دي دوني من إلى. مي كنسالي كيما كتشوفوا غنكليكي على اوكي او احسب لي المجموع بالطريقه ديال لا سوم. كيما كتشوفوا ها هي لا فونكسيون اف لي اكس تساوي سوم بين قوسين من لادغيس الاولى سي 6 يعني جوج نقاط حتى لاخر ادغيس اللي هي او 6. اوكي يعني هذه الكسابه ديال لا فونكسيون تساوي سوم ماجيسكول بين قوسين لا بلاج دوني من الى. يعني كنعمل جوج نقاط. هنايا عندنا نفس الطريقه لا داعي باش نتعطل ونحسب. كنعمل طريقه ديال كوبي لا فورميل. شنو هي كوبي لا فورميل؟ كنجي لا سيلول الاولى اللي حسبت فيها النتيجه حيت عندي نفس الطريقه باش نخدم جميع يعني التوتال ديال جميع التلاميذ. الوغ شنو غنخدم؟ اوكي غناخذ هنايا كنهبط لتحت لا سيلول حتى كتبان لي هاد العلامه ديال زائد وكنهبط اوكي يعني وانا فورسي لا سوري حتى الاخر تلميذ. فوالا هو بطريقه سريعه عطاني باقي النتائج. ننتقلوا حساب لا موين بنفس الطريقه. غنكليك على لا سيلول الاولى اللي بغيت فيها النتيجه غنمشيو اف لي اكس لي انسيري اون فونكسيون غنكليك عليها. نفس الشيء كعطينا يعني لي فونكسيون اللي كاينين في الاكسل. لا فونكسيون اللي كتحسب لي موين هي موين ها هي ام او ايغريك دو زو او او دو زين او. غنكليك على اوكي
الوغ نهبط هذا باش يبقى يبانوا لي المرطيات، وكندخل لا بلاجي دوني النقطه الاولى، ثانيه انا كنكليك فورتي على سوري دابا، ونكليكي على النقطه الثالثه. تري بيان باش يبان لكم لا بوات دو ديالوغ جوج نقاط، يعني من لادريس الاولى حتى لادريس اخر ادريس، وكنكليكي على اوكي. الوغ كيما كتشوفوا هنا في لا موين ما جمعت مع متقسمه ديجا في الاكسل، هاد لي فونكسيون كيكونوا بروغرامين، علاش قلنا بروفيسيونيل؟ غير ان فوا كندخل لا فونكسيون كندخل المعطيات هو اللي كيحسب لي بنفس الطريقه، حيت عندي نفس لا ميثود غنجي نعمل كوبي لا فورمول. الوغ غنجي الاولى اوكي اللي حسبت فيها، خاصكم تهبطوا تحت لا سيلول باش تبان لكم هاد العلامه هادي، لا خاصكم تبان لكم هاد العلامه ديال الزائد، وكنهبط اوكي اوتر سيلول. تري بيان انا حسبت دابا الموين، دابا غنمشيو النوت ماكسيمال اللي هي اعلى نقطه في النقطه الاولى والثانيه والثالثه والتوتال اي موين. الوغ لا فونكسيون اللي كتحسب لي اعلى نقطه هي اسمها ماكس. الوغ غنجي نكليك في اف لي اكس، الوغ غنفتش على لا فونكسيون اسمها ام ا اكس ماكس اللي كتحسب لي اعلى نقطه ماكس، ونكليكي على اوكي. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه كندخل المعطيات لا بلاجي دوني مره واحده، اش قلت لكم هذه سهله، كنجي نكليكي من النقطه الاولى ديال ناديه، وانا هابط 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 حتى نوصل اخر نقطه، ونطلق لا سوري ديالي، ونكليكي على اوكي. سهله تري بيان اوكي. ماشي نفس الطريقه مادام عندي كيما كنكوبي لا فورمول عموديا، ممكن نكوبي افقيا حيت عندي نفس الطريقه، كنجي لهاد لا سيلول اوكي، حتى كتبان لي كنهبط لتحت لا سيلول كتبان لي هاد العلامه الزائد بالنوار، وكنجي وكن يعني باش كيعطيني ماكس ديال داكشي اخر يعني التتابع. تري بيان سالينا الماكس، غنمشيو لمين بنفس الطريقه. عندنا نوت مينيمال، لا فونكسيون اللي كتحسب لي لا نوت مينيمال هي مين اوكي. بنفس الطريقه غنمشي ونكليك على اف لي اكس انسيري اون فونكسيون، هنايا غنفتش على الفونكسيون مين، ما لقيتهاش في هاد لي فونكسيون، راه كنمشي بالنسبه لمين كاينه في لي فونكسيون ستاتيستيك، وكنعمل لا ريشيرش ديالي اوكي. راه ممكن عملت لا ريشيرش فوق، وكنفتش على المين هيا ام اي ان، وكنكليكي على اوكي. نفس الشيء غندخل لا بلاجي دوني من الى، ولكن ما غندخلش معاهم نوت ماكسيمال، غندخل 12 15 6 ونطلق لا سوري ديالي، ونكليكي على اوكي. بنفس الطريقه حسبت الاولى، شنو غنعمل؟ غنعمل هنا هادي تتبان لي تنهبط لتحت لا سيلول، كتبان لي هاد العلامه لا هاد العلامه، وعاد كنكوبي لا فورمول. تري بيان، وعطاني باقي لا نوت ماكسيمال لي اللي بقاو ديال اوتر سيلول. تري بيان اوكي. الوغ كنا الصوم هي هادي ديال لا فونكسيون اللي كتحسب لي المجموع، كتساوي الصوم بين قوسين لا بلاجي دوني، لا فونكسيون اللي كتحسب لي موين تساوي موين، وهنايا بين قوسين لا بلاجي دوني، لا فونكسيون اللي كتحسب لي لا نوت ماكسيمال تساوي ماكس بين قوسين لا بلاجي دوني بيناتهم جوج نقاط اوكي، و لا فونكسيون اللي كتحسب لي المينيمال هي تساوي مين بين قوسين من لا بلاج الاولى، يعني من لادريس الاولى حتى لاخر ادريس بين قوسين. تري بيان، هادو كيما كتشوفوا بانوا لينا بزاف الارقام الفاصله، باش يعني بزاف الارقام الفاصله كنحدوا بالنسبه للمعدل رقمين رقمين والفاصله وعدد موجب، لان ما يمكنش واحد يجيب ناقص 3 ولا ناقص 4. الوغ نختار هاد جوج اللي فيهم بزاف، نعمل فورما كنمشي الفورما، وكنعمل فورما سيلول حتى كتبان لي كنمشي النوبر، هنايا كنحدد عدد الارقام ولا الفاصله رقمين، وهنا العدد الثاني اللي هو هذا ناقص وهذا موجب، حنا بغينا موجب غنختار الثاني، ونكليكي على اوكي. ها هو رجع لي رقمين ولا الفاصله وعدد موجب. بقات لينا ادميسيون. شنو هي ادميسيون؟ هنايا سي تيست لوجيك، هنا فونكسيون لوجيك منطق. يعني شنو هي ادميسيون؟ اكان معدل اكبر من 10 سي كوا؟ سي ريوسي. كان معدل اصغر من 10 سي ايشوي، يعني ما يدوش، يعني ما يعني يعني ايشوي ما نجحش ما يدوش. الوغ هنايا لا فونكسيون غنخدم باش كتعمل لي ادميسيون سي 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 اذا كان في ان، يعني اذا كان فان، يعني سي كنعمل الشرط من بعد شنو النتيجه اتحقق لي الشرط، يعني والعكس شنو النتيجه غتكون اما تحقق ليش الشرط. غنشوفوا شنو هي لادميسيون. اكن عندي لادميسيون غيكون على المعدل، اكن عندي المعدل اكبر من 10 سي ريوسي، كان عندي اصغر من 10 سي ايشوي. الوغ كيفاش غنخدموها؟ الوغ نمشي لادميسيون الاولى، غنكليكي على اف لي اكس انسيري اون فونكسيون، وهنا غنختار لا فونكسيون سي اوكي. هنا بالنسبه كما قلنا لا فونكسيون سي
هنايا لا فونكسيون سي سو سون دي فونكسيون لي كيتسماو لي فونكسيون لوجيك اس اي لا فونكسيون سي. شوفوا هنايا من عند كليكي على فونكسيون سي سي تيس لوجيك. اوكي بالنسبه للتيس لوجيك هنا كنعمل شرط اذا كان والشرط على المعدل فالور سي فري اتحقق الشرط شنو النتيجه غتكون فالور سي فو اكن عكس الشرط شنو غتكون النتيجه. نشوفوها نبداو بالمعدل خصني بعدا نختار لادريس الاولى يعني عن كليك على المعدل اللي هو جي 6 الوغ نبداو اما نبداو باصغر ولا اكبر غنحترموا التيست لوجيك نبداو باكبر اكن هذاك المعدل نكتب هنا الشرط اكبر من 10 شنو غتكون النتيجه النتيجه غتكون ري يو سي تري بيان يعني نجح العكس فالور سي فو يعني ما يكونش عنده كبر من 10 وفالور سي فو يعني يكون عنده اصغر من 10 شنو النتيجه غتكون ايشوي اوكي يعني ما كنسالي التيست ديالي كنعمل اوكي الوغ هنايا حيت عندنا نفس التيست لوجيك عندنا نفس الطريقه نجيب نفس الطريقه ونعمل كوبي لا فورمول ها هو عنده 9 ايشوي 10 ريوسي 13 ريوسي 8 ايشوي ها هي اوكي لا فونكسيون كنعملو تساوي سي بين قوسين عندنا كنعمل الشرط هو الاول جي 6 اكبر من 10 منساش بوان فيغول وهذوك حيت هذاك التيكس كنعملو بين غيمي يعني ريوسي والعكس ديالو سي يعني هنايا يعني نعمل بوان فيغول ايشوي هذه الطريقه ديال الحساب ديال اوكي هنايا ديال هنايا باش كنعمل تيست لوجيك جو ريبيس غير باش تعرفوا الطريقه او تكتبوها كان عندكم امتحان يعني هنا تساوي سي كنفتح قوس كبير كنعمل الشرط هو الاول جي 6 اكبر من 10 بوان فيغول وكنعمل الجواب يعني كنعمل هذاك التيكس بين اونتر غيمي هذا الشرط اتحقق شنو الجواب غيكون بوان فيغول العكس ديال الشرط شنو غيكون الجواب اوكي بهذا نكونو سالينا امتحان ديال ماشي امتحان بليتو اكزرسيس ديال مايكروسوفت اكسل اللي كيتعلق بلي فونكسيون نتمنى نكون فدتكم وشكرا والى اللقاء.